أنا ما رح أهدى ولا يرتاح لي بال قبل ما أعرف شو اللي صار مع أخي وشلون انقتل. طيب على علمكم في شي بينه وبين أبو دراع؟ هذا اللي مستغربه شيخي وما عم يركب براسي. منين لوين؟ خير أبو عناد، لوين رايح؟ بدكم تأخذوني يا رجال؟ أنا صبحي؟ سامحني أبو العز، بوس إيدك تسامحني. أنا ما عاد أقدر أقعد بيناتكم ولا برجيكم وشي بعد اليوم. شو عم تحكي لك ابني؟ أنت ما دخلك باللي صار؟ لا عمي أبو كاسي، اللي صار بيعيرني من ساسي لماسي. الله وكيلكم عم بيمشي بين الناس وعم بحس بتطليعاته فيني. لك هاللي بده يطلع فيك بدي إيه معينتينه؟ نحن بنعرف إنك بريء من عماية صهرك ما من كاني. معلش عمي أبو كاسي، لك سامحني. لوين بدك تروح يا ابني؟ هاي حارتك ربيت وكبرت فيها، بعدين نحن كلياتنا اهلك. الله بعيد عمي، ارض الله واسع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بالصفحي؟ شو صار له فجأة؟ قال يا سيدي حاسس بالذنب من يوم اللي سمع الخبر. الله وكيلكم يا جماعة، ما عم بقدر اطلع بوشه ولا عم بقدر سامحه. صحيح صبحي مو عامل شي، بس اللي قتل خالي بيكون صهره.